اهلا ويلكم تو ذا شانل. ام دكتور سيد مدبولي، اهلا بك في القناه. معك الدكتور سيد مدبولي. This actually gonna be video number 4 in which we're going to introduce lesson 4 of unit 3. ان شاء الله ده هيكون الفيديو رقم 4، هنقدم في الدرس رقم 4 من الوحده الثالثه. Before you watch the video, don't forget to subscribe in the channel. قبل ما تشوف الفيديو ما تنساش الاشتراك. To support us with the likes, دعمنا باللايكس. To hit the notification bell to get all the videos I publish. دوس على جرس التنبيهات بتوصلك إن شاء الله كل الفيديوهات اللي أنا بنشرها. Share the video with anyone who may benefit from it. شارك الفيديو مع أي شخص ممكن يستفيد منه. And also send us your comments. Your comments are highly important. ما تنساش ترسل لنا تعليقاتك، تعليقاتك مهمة جدا بالنسبة لنا. Okay, so this is lesson 4 of unit 3. It's on the student's book page 31 and the student's workbook page 17. ده طبعا الدرس الرابع هو من الوحدة الثالثة، موجود في كتاب الطالب صفحة 31، موجود في كتاب الأعمال أو التمارين صفحة 17. Before you start, discuss these questions. خلينا نناقش الأسئلة دي قبل أن نبدأ. What is an essay؟ طبعا ده سؤال مهم جدا. إيه هو المقال؟ What are the main parts of an essay؟ إيه هي الأجزاء الرئيسية للمقال؟ طبعا في سنة ثالثة إن شاء الله أنتم مطالبين بأنكم تكتبوا مقال. ده طبعا كان بدءا من العام الماضي، قبل كده ما كانش في مقال. فخلينا نشوف كده تعريف المقال والأجزاء المقال. What is an essay؟ هذا السؤال الأولاني. ما هو المقال؟ هو an essay is a short piece of writing on a specific topic. طبعا المقالة هي قطعة كتابة، يعني نص مكتوب. البلبل ما شاء الله يعني بيصيح. نص مكتوب عن موضوع معين، قطعة من الكتابة مكتوب عن موضوع معين. خلينا let's have a look at the main parts of an essay. هذه الأجزاء الرئيسية للمقال. عندكم في المنهج هذه الأجزاء الرئيسية، هي أوريها لكم، هي 6 parts، 6 أجزاء، ولكن أنا عامل 5 فيديوهات في الرايتنج، وإن شاء الله تكون مفيدة لكم. هحط لكم الروابط، بدءا من how to write a paragraph، بعدها how to make your paragraph longer، كيف تكتب فقرة، وبعدين إزاي تكبر الفقرة، how to make your paragraph longer، وبعدين الفيديو الثالث how to write a short essay، إزاي تكتب مقالة قصيرة. الفيديو الرابع how to make your essay longer by adding details to the essay to the body of the essay basically or to the essay. بعد كده ازاي هنكبر المقالة القصيرة دي بان احنا نضيف تفاصيل للمقال القصير. وبعدين الفيديو الخامس how to make your essay longer by adding more body paragraphs. ازاي انك تعمل الاساي عندك او المقال عندك اطول، بانك ان البودي باراجراف بدل ما هو واحد بنخليه 3 بودي باراجراف. لكن ده اللي عندنا في المنهج. هذا الاجزاء هي an introduction to the topic، مقدمه للموضوع. The points that the essay will include، النقاط اللي هيشملها المقال. A supporting example، مثال داعم. A link to the paragraph before، زي رابط يعني للفقرة السابقة. Your opinion، رأيك، و the conclusion، الخاتمة. أنا طبعا في شرح أنا بعلمك الإساي بطريقة أسهل من كده. يعني أنا بقول لك إن هو 3 أجزاء فقط، introduction و body conclusion. طبعا الانترودكشن هي موجودة والconclusion موجودة. البودي اللي هي ال points that the essay will include. اوكي. اما ال link to the paragraph before، دي انا اعملها اللي هي ال transition words او الكلمات اللي هي بتخلق نوع من الترابط، بتكلم عنها طبعا عندي، بتخلق نوع من الترابط في المقال.
Okay, read this essay about the future of farming. Why will there be less land for farmers in the future? اقرأ هذا المقال عن مستقبل الزراعة. ليه السؤال هو بقى ليه هيكون هناك أرض أقل للزراعة في المستقبل؟ هنا مقسمينه هو نشوف هذا الأقسام مقسمينه في تمرين على كده هنشوف بعد كده. This essay will focus on the future of agriculture. المقالة دي هتركز على مستقبل الايه الزراعة. على فكرة الدرس ده مهم يا جماعة في الرايتنج مهم جدا. First of all, I will explain the reason why agriculture needs to change. أولا أنا هشرح السبب ليه الزراعة يجب أن تتغير. After that بعد كده I will look at several ways the agriculture could change. بعد كده هنظر إلى عدة طرق من خلالها ممكن الزراعة تتغير. Finally, أخيرا I will give my opinion on what farmers should do to prepare for the future. بعد كده هحط أعطي رأيي على ما يجب أن يفعله المزارعين لتجهيز المستقبل. The earth's surface is heating up and soon there will be less land that farmers can use. بيقول لك إن وجه الأرض تزداد درجة حرارته وفي الوقت القريب هيكون في أرض أقل ممكن يستخدمها المزارعين. In the case of Africa, على سبيل المثال في أفريقيا, the continent could lose up to 18% of its farmland in the next 50 years. بالنسبة لأفريقيا مثلا في حالة أفريقيا القارة ممكن تفقد حوالي 18% من أرضها الزراعية في الخمسين سنة القادمة. As a result, farmers will need to farm the land even more efficiently. نتيجة لذلك المزارعين هيحتاجوا أنهم يزرعوا أراضيهم بشكل أكثر كفاءة. Due to the fact that there will be less land available for agriculture in the future, بسبب أن حقيقة أن سيكون هناك أرض أقل متاحة للزراعة في المستقبل, farmers will need to grow a greater variety of crops. الفلاحين هيحتاجوا أنهم يزرعوا يعني تنوع يزرعوا محاصيل متنوعة أكثر. Evidence suggests that keeping livestock will not be sustainable and we may start the production of new sources of food like algae or algae instead. هناك أدلة بتوحي أن الحفاظ على حيوانات المزرعة لن يكون مستدام وأن احنا كان نبدأ في إنتاج مصادر جديدة للطعام مثل like algae or algae اللي هو طبعا اللي هو اللي هي الطحالب. In my view, farmers should see this is as a chance to try new things and to start using new technology, such as robots on the farms. في وجهة نظر الفلاحين ينبغوا أن يروا هذا الأمر أنه فرصة لأنهم يحاولوا أشياء يحاولوا استخدام أشياء جديدة لأنهم يبدأوا باستخدام التكنولوجيا زي الروبوتات في مزارعهم. They should start doing this immediately so they are prepared for the future. المفروض أنهم بقى يبدأوا في عمل هذا الشيء فورا في الحال على أساس أنهم يجهزوا نفسهم للمستقبل. To conclude ختاما أو لأختم, agriculture is clearly going to change a lot over the next few decades. الزراعة هتتغير كثيرا على مدار الحقب القادمة. And farmers will need to change the way they farm land. والفلاحين هيحتاجوا ان هم يغيروا طرق زراعة الأرض ايضا. Okay, let's answer this question. خلينا بقى نجاوب هذا السؤال. Why will there be less land for farmers in the future? لا هيكون في أرض أقل
للمزارعين في المستقبل. وهذه الإجابة because the earth surface is heating up. ليه؟ لأن سطح الأرض درجة حرارته بترتفع، وده يسبب أن الأرض الزراعية هتكون أقل. Excuse me. Okay. Now, read the essay again. اقرأ المقال الثاني. Label the parts of the essay with the phrases below. هتحط يعني labels، هتحط يعني علامات على أجزاء المقال بهذه العبارات اللي هي مثلا the conclusion، يعني هنصنفها حسب أجزاء المقال. فين ال conclusion؟ The conclusion، your opinion، رأيك. See اللي هي a supporting example، مثال داعم. A link to the paragraph before، رابط للفقرة السابقة. An introduction to the topic، مقدمة للموضوع. Three points that the essay will include، ثلاث نقاط المقالة هتتضمنها. وبعدين factual information، معلومات واقعية أو حقيقية. وبعدين على كده عندنا number 3، بس خلينا نروح ونشوف نحل الايه والاول 2 وبعدين نحل 3. هذا المقال عنده هو، اشوف بقى الاجزاء اللي هم اللي احنا السبعه. مثلا هنشوف الجزء this essay will focus on the future of agriculture، ده رقم واحد اللي هو طبعا اللي هي E، an introduction to the topic، طبعا دي مقدمه للموضوع. نمرة اثنين هي عبارة عن ايه؟ Three points that the essay will include، دول عبارة عن ثلاث نقط المقالة هتشتملهم اللي هم first و second و finally. اوكي، ثلاث نقط المقالة هتشتمل عليهم. اوكي، بعد كده عندي number three. اشوف number three عبارة عن ايه؟ Number three عبارة عن factual information، دي معلومات واقعية اللي هي رقم ثلاثة. طبعا احنا ترجمناها قبل كده. Number four هي عبارة عن a supporting example، ده مثال اللي هو in the case of Africa، ده مثال داعم ل وجهة النظر. Number five ده عبارة عن طبعا حطيتها هنا لأن المساحة، طبعا هي دي نهاية اللي هي a link to the paragraph before، عبارة دي نمبر 5 رابط للفقرة السابقة. نمبر 6 عندي هنا ده in my view، يعني في وجهة نظري اللي هي your opinion، دي وجهة نظرك. نمبر 7 اللي هي the conclusion، دي الختمة to conclude. يبقى دي أجزاء المقالة اللي احنا اللي قدامنا. Okay, let's come to number three. Match the phrasing in the essay in bold with the phrases below. هنوصل العبارات اللي هي موجودة في المقال بخط سميك، الخط الأسود التقيل ده يعني، بالعبارات دي. يعني مثلا in my opinion دي هنشوف هتخش مكان أي عبارة من العبارات اللي موجودة في المقال. فاكرين في in my view، فدي هتخش مكانها مثلا. نمرة اثنين an example of this is، مثال لذلك هو. ثلاثة because of، بسبب، هتخش مكان ايه؟ هنلاقي هناك هتخش مكان due to، برضو معناها بسبب. The subject of this essay is، موضوع هذا المقال هو. In conclusion، هناك هتلاقوا عندي كانت to conclude، دي هتخش مكانها in conclusion. First، second، lastly، هتخش برضو مكان ثلاث أشياء مذكورة في المقال. خلينا كده نشوفها مع بعض. أول حاجة عندي هنا هو مثلا this essay will focus on، هتيجي مكانها the subject of this essay. بعدين هنا عندي بقى عندي هنا first after that و finally، هيجي مكانهم ايه؟ هنا first هيجي معاها بدلها firstly، after that هيجي بدلها secondly، finally هيجي بدلها ايه؟ lastly. طبعا دي الحاجات كلها موجودة في العبارات اللي احنا اتكلمنا عليها في الشريحة اللي فاتت. عندي بعد كده in the case of Africa هتيجي مكانها an example of this is. بعد كده عندي due to هيجي مكانها زي ما قلت لكم because of. وبعدين in my view هيجي مكانها in my opinion. و to conclude هيجي مكانها in conclusion.
Writing, now plan an essay about the future of food. Use the ideas from the essay above and your own ideas make notes on. بقول لك اعمل مخطط لمقال عن مستقبل الطعام، استخدم الافكار من المقال الموجود فوق واستخدم افكارك واعمل ملاحظات على ما يلي. Three points that you want to include in your essay. ثلاث نقاط انت عايز تشملهم في مقالك. This can be the same as the points in the example essay or different. ممكن تكون نفس النقاط اللي موجوده في المقاله اللي هي عندنا كمثال أو مختلفة عنهم. An example you can use to support your points. مثال ممكن تستخدمه عشان تدعم نقاطك. Your opinion about the future of food. رأيك في مستقبل الطعام. بعدين make sure you check your punctuation. تأكد من أنك أنت بتشيك على علامات الترقيم عندك. Punctuation يعني إيه؟ اللي هي full stop, question mark, comma, apostrophe, and so on. هي دي علامات الترقيم. لو كتبت المقال حطيته في الكومنتس ان شاء الله ببعث لك فيدباك. Match the words and phrases from an essay with the reasons for using them. وصل الكلمات والعبارات من مقالة مع الأسباب استخدامها. This essay will focus on طبعا جاية دي هذا المقال سوف يركز على ده. Introduce that the essay will mainly be about. بتقدم للقارئ إن المقال سيكون أساسا عن كذا عن إيه. In case of في حالة إن دي بتقدم إيه focuses on a specific example. دي بتركز على مثال معين. Due to the fact that بسبب حقيقة أن دي بتركز على إيه explains why something happens. تشرح ليه شيء حدث. All the evidence suggests كل الأدلة بتقترح إيه أو بتوحب إيه دي بقى show that a point you are making is based on facts بتوضح إن النقطة أنت قدمتها أو عملتها مبنية على حقائق. In my view طبعا دي بتقدم إيه gives an opinion on the topic of the essay دي بتقدم رأي على الموضوع المقال وبعدين to conclude دي show that the main body of the essay has ended دي بتظهر ان خلاص المقال انتهت خلاص دي conclusion اللي هي الخاتمة النهاية بتاعت المقال. Put the paragraphs of this essay about urban farming in the correct order. بقول لك حط الفقرات دهيا اللي هي A, B, C, D, E بالترتيب الصحيح يعني بالترتيب الصحيح للمقال وهي بتتكلم عن urban farming. Urban farming يعني طبعا عندي كلمة ruler وكلمة urban. Ruler معناها ريفي أما urban حضري يعني له علاقة بالمدينة فهنا بنتكلم عن إيه؟ إحنا بنتكلم عن اللي هي الزراعة في الأماكن الحضارية أو المدنية يعني زي زراعة الأسطح وأشياء من هذا القبيل يعني. فخلينا نشوف كده هذا بي هي اول the first paragraph اللي هو this essay will focus on something my uncle is planning to do to help food production something called urban farming. هذا المقال هيركز على شيء عمي او خالي بيخطط ان هو يعمله كي يساعد في إنتاج الطعام، شيء بيسمى إنتاج الزراعة في أماكن الحضارة الحضرية. طيب، ده نمبر 1، نمبر 2 هيكون إيه؟ هيكون ده. This is number 2 اللي هو دي. My uncle lives in London and first I will explain what urban farming is and why he wants to do it with a group of his friends. خالي أو عمي بيعيش في لندن. وفي الأول أنا هشرح ليه ما هي الزراعة في المناطق المدنية أو الحضرية وليه هو عايز يعمل هذا الكلام مع مجموعة من أصدقائه. Urban farming is growing food in our cities. Urban farming هي زراعة الطعام في داخل مدننا. Of course, cities are not usually good for farming due to the fact that there's so little green space.
But he says they will be using flat roofs, gardens, and open spaces to grow what they can. احنا فين 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 ايوه بالطبع المدن ليست عادة يعني جيدة للزراعة بسبب ان ما فيش ان المساحة الخضراء يعني قليلة جدا، لكنهم بيقولوا ان هم هيستخدموا اللي هي اسطح الشقق والحدائق والأماكن المفتوحة لزراعة ما يستطيعون زراعته. هذا اثنين. ثلاثة، هاي اللي هي ايه؟ In the case of London، في حالة لندن، people already grow a lot of flowers in their gardens. But next year, the group of friends will be planting more fruit and vegetables in open spaces they can use. زي ما قلنا في لندن الناس عادة بتزرع الورود في حدائقهم، لكن العام القادم مجموعة من أصدقائنا هتزرع المزيد من الفواكه والفاكهة، الفواكه والخضروات في أي مساحة مفتوحة ممكن يستخدموها. At the end of the year, they will be eating fresh fruit and vegetables from these spaces. في نهاية العام هيكون بياكلوا فاكهة رزقة وخضروات رزقة من هذه المساحات. نيجي نمبر 4، أنا نمبر 4 اللي هو ده إي. In my view, urban farming is a great idea. في وجهة نظري، أو من وجهة نظري، الزراعة في الحضرية هي فكرة عظيمة. It will help my uncle and his friends to save money in the shops. And it might also help them to earn money. سوف تساعد عمي أو خالي وأصدقائه أنهم يوفروا بعض المال من عملية التسوق في المحلات، وقد تكون سبب في أن تساعدهم أنهم يكسبوا بعض المال. They hope they will be selling some of the produce to local restaurants and markets. هم بيأملوا أنهم ممكن يبيعوا بعض المنتج اللي هم ينتجوه للمطاعم المحلية والأسواق المحلية. هاجي بقى للنمبر 5 اللي هي آخر حاجة اللي هي الخاتمة بقى. To conclude، ختاما، urban farming is an interesting idea. الزراعة المدنية دي فكرة شيقة. All the evidence suggests that it could help us grow our own food in the future, even in cities without much outdoor space. كل الأدلة بتوحي إن إحنا ممكن تساعدنا في ان احنا ننمو مزيد من الطعام في المستقبل حتى لو المدن ليست فيها مساحة كبيرة في الخارج. Okay, this is writing. Write an essay about how to feed people sustainably in the future. اكتب مقالة عن ازاي انك انت ممكن تطعم الناس بشكل مستدام في المستقبل. Write about 180 words. اكتب 180 كلمة. Think about some of the ideas you have looked at in the unit or research some different ideas. بص انظر إلى بعض الأفكار اللي أنت نظرت عليها في هذه الوحدة أو ابحث عن أفكار مختلفة. Use ideas from your discussion, your students' book, page 30. استخدم أفكار من المناقشة اللي موجودة في كتاب الطالب صفحة 30. Use some of the expressions from exercise 1 above. استخدم بعض التعبيرات من تمرين واحد اللي هو موجود فوق. Try to use examples of will, be, going to, and the future continuous. حاول تستخدم أمثلة من will للتعبير عن المستقبل طبعا. Be going to و be going to و future continuous والمستقبل المستمر. طبعا شرحنا الحاجات دي كلها. لو كتبت المقالة زي ما قلت حطها في الكومنتس وإن شاء الله هبعت لك فيدباك. This is actually the end of video number 4 in which we introduced lesson 4 of unit 3. دي نهاية الفيديو الرابع، قدمنا فيه الدرس الرابع من الوحدة الثالثة. إن شاء الله الفيديو الجاي هيكون فيه الدرس الخامس والسادس اللي هي المسرحية. أشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي. Don't forget to subscribe
in the channel. ما تنساش الاشتراك في القناة. To support us with the likes. ادعمنا باللايكس. To hit the notification bell to get all the videos I publish. اضغط على زر التنبيهات بتوصلك إن شاء الله كل الفيديوهات اللي أنا بنشرها. Share the video with anyone who may benefit from it. شارك الفيديو مع أي شخص ممكن يستفيد منه. And send us your comments. وبعت لنا تعليقاتك. Until I see you in another video, I wish you all success. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.